يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا
مضاعفة. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله يحب المحسنين. والذين إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نصلح أولئك جزاؤهم مغفرة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف
هذا بيان فسيروا في الأرض وبخلت من قدركم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان هذا بيان هذا بيان للناس وهدي هذا بيان للناس وهدى موعظة للمتقين قد خلت من قبلكم سنة
سنن. قد خلت من قبلكم سنن كثير أرض للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وإماما ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين. وارحم من مات من ابائنا وامهاتنا رحمة واسعة، وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين، واجعل كل حرف من هذه الليلة القرآنية في ميزان الفقيدة الراحلة رحمة الله عليها، فقيدة عائلات ابو عمران على مستوى جمهورية قصر العربية وعموم عائلات قصاصين الشرق جميعا ومركز الحسينية حرم الحاج وفي السيد عمران، وتكريما للفقيدة الراحلة ساعدنا بتلك التلاوة القرآنية لها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود غريب فريد قارئ القرآن الكريم والمقيم بقصاصين الشرق. تليت على أسماع حضراتكم وحدة مكبرات الصوت الحديثة لصاحبها ومديرها الحاج عبد الرحمن ابن المازون والمقيم بقصاصين الشرق، عائلات ابو عمران جميعا وعائلات قصاصين الشرق جميعا يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من حضر لتأدية واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.